بيبدأ مسلسلنا ببنت اسمها مياو وهي رايحة المدرسة الثانوية، ودي بتكون أول سنة ليها وبتحاول تهرب من جارها اللي بيكون زي أخوها لأنهم بيبقوا متربيين سوا، بيبقى اسمه جيانج. ده بيبقى أول يوم ليها في المدرسة بتاعته لأنه بيبقى أكبر منها، وكمان بيبقى طالب متفوق ومعروف في المدرسة، وعشان كده ما بتبقاش عايزهم يعرفوا إنها تقرب له، وبتروح تنط من على الأسطح. بعدها بتوصل للسوق وبتستخبى لكنه بيشوفها، بتروح ناحية السور عشان تنط، وبتفرح لما بتلاقي طوب تسند عليه، لكن من سوء حظها بيجي مجموعة أطفال وبياخدوه، وعشان كده وهي بتنط بتكون هتقع، لكن بيجي جيانج وبيمسكها وبيسألها ليه بتستخبى منه، فبتقول له إنها مش عايزة الطلاب ينادوها بأخت جيانج ويحصل زي ما حصل في مدرستها الأولانية، فبيقول لها طيب، وبيمشي وبيسيبها عشان يروح يركب الباص، وفي طريقه بيقابل أبوه اللي بيكون خارج من المحل بتاعه، فبيبص له بصة سريعة وبيمشي من غير ما يسلم عليه. عند مياو بتشوف الأطفال اللي خدوا منها الطوب، فبتاخد منهم واحدة وبتجري بسرعة وتركب الباص، وبتكون فرحانة إنها انتقمت منهم، وبيكون جيانج هناك وبيخليها تقعد وبيقول لها تخبي الطوبة اللي في إيديها، فبتحطها في الشنطة بسرعة وبتطلع الكاميرا بتاعتها عشان تصوره، وشوية وبتنام، فبياخد الكاميرا وبيصورها، ولما بتنزل بيلزق لها صورتها وهي نايمة على ظهرها، ولما بتروح لفصلها بتتعرف على ولد اسمه ران وبينبهها للصورة وبيفضل يضحك وبيقول لها إن شكلها حلو وهي نايمة، فبتشيلها وهي متضايقة، وبسبب غضبها بيحطها جامد على المكتب، لكن للأسف بتغلط وبتلزقها في كشكول زميلتها اللي قاعدة جنبها اللي بتبص لها بغضب، فبتعتذر منها مياو وبتيجي تشيل الصورة فبتقطع الورقة، فبتفضل تعتذر وبتقول للبنت اللي بيكون اسمها مي إنها تفضل بعيدة عنها. وبالليل بتكون ماشية وبتقابل مي وبتحاول تلطف معاها الجو، لكن مي بتبقى مصدرة لها الوش الخشب. وفي محل والد جيانج بيتخانق مع مجموعة شباب عشان ما دفعوش الفلوس وبيخليهم يدفعوا بالعافية، وفي الطريق بيشوفوا جيانج فبيقرب منه أبوه وبيديله الفلوس وبيقول له إنه مش هيجي لمدة يومين، بعدها بيمشي وبيسيبه، وبيشوفوه مجموعة الشباب دول وبيبقوا عايزين ياخدوا حقهم، فعشان كده بيتجمعوا عليه وبينزلوا في ضرب، وبتسمع مياو الصوت، وبيكون الشباب دول عمالين يضربوه، وبيكتشفوا إنه مركب رجل صناعية، بيتريقوا عليه وبياخدوا الفلوس اللي أبوه أخدها منهم، وبتيجي مياو وهي معاها عصاية وبتحاول تدافع عنه، وبيستغل الراجل إنها بتساعد جيانج يقوم من على الأرض، وبياخد العصاية من إيديها بسرعة وبيبقى عايز يضربها، لكن بيفديها جيانج وبيقف قدامها وبيضرب هو، وبتبقى عمالة تعيط، وبيتشجع جيانج وبيقوم يدافع عنه وعنها. بتشوف شاب راكب عجلة بيقرب منهم وبيقول لهم يسيبوهم، فبيجروا بسرعة لما بيلاقوا إن حد شافهم. بتقعد مياو جنب جيانج وهي بتعيط وبتحضنه، فبيحاول يهديها وبياخدها لبيته عشان تغير وتغسل هدومها عشان أهلها، وبيجي فلاش باك لما كان جيانج لسه صغير، وبنشوف أبوه بيجري في المستشفى لما بيعرف إن ابنه خبطته عربية، وبيهجم على راجل هناك لما بيعرف إن هو اللي ضرب ابنه، وبتيجي الممرضة وبتطلب منه يوقع على أوراق الموظفة على طلب بتر رجل ابنه، فبيتعصب وبيضرب الراجل جامد وبيقول له إن ده طفل صغير إزاي هيعيش كده، وإن هو اللي هيبقى مسؤول عنه من هنا ورايح، وبيوعده الراجل بإنه هيعتبره زي ابنه بالظبط. وتاني يوم بيجيبوا بنتهم عشان تتعرف على جيانج، وبنعرف إنها مياو وإن اللي خبط جيانج بعربيته هو أبوها، لكن جيانج ما بيكونش فاكر مين اللي خبطه، وعشان كده بيتعامل عادي مع أبو مياو. وبنرجع للحاضر لما بيصحى جيانج وبيلاقي رجل اصطناعية جديدة، فبيروح لبيت مياو وبيشكر أبوها على الطرف الصناعي. وفي المدرسة بينتشر إن مياو هي أخت جيانج، وبيكون ران هو اللي عمال يألف وينشر حكايات عنهم، فبتروح له مياو وبتزعق له، ولما بتروح فصلها بتلاقي البنات اللي عايزة تتعرف على جيانج هناك وبيدوها فدايا، ومي بتدافع عنها وبتبعدهم من حواليها، وعشان كده لما بتحصل انتخابات عشان يختاروا رائد الفصل بتختارها مياو وبتصوت لها، وفعلا بتكسب مي، وبيروحوا لحصة الرياضة وبيعملوا رياضة سوا وبيتعرفوا على بعض وبيتفقوا يكونوا صحاب. بعدها بيروحوا لفصلهم وبتشوف مياو النوت بوك بتاعت مي، وبتلاقي فيها اسماء شباب وارقام غريبة، بتسألها فبتقول لها مي بان دول الشباب اللي في المدرسة كلها، وهي بتشوف انه مناسب ليها والمستوى ذكائها وينفع ترتبط بيه. تاني يوم بتسمع طالبين بيتريقوا على جيانج، ما بتكونش مستحملة حد يجيب سيرته، ولما بتيجي تتخانق معاهم بتمنعها مي، وبتعرفها انهم هياخدوا حق جيانج بطريقة احسن، وبيبعتوا لهم رسائل حب وبيكتبوا فيها انهم يجوا على اوضة المعمل، ولما بيروحوا بيخوفوهم وبيمثلوا ان هناك اشباح، لحد ما بتلاقيهم مياو خايفين، فبتطلع لهم وبتقول لهم يبطلوا يتكلموا عليه تاني، وهم بيوافقوا وبيطلعوا يجروا. بعد المدرسة بتروح جيانج معاه للمكتبة عشان يذاكروا، وبتسأل عن مجموعة القصص اللي بتحبها، وبتعرف ان في شخص اسمه السيد المجنون اخدهم كلهم، فبتضايق جدا. وبعد ما بيخلصوا بيروحوا على بيتها وبيقعدوا ياكلوا هم الاربعة، بعدها بيطلعوا ياكلوا الفرخة اللي بيربوها. تاني يوم بيروح جيانج مسابقة وبيلاقي في شنطته حجاب عشان يحميه، بتكون مياو هي اللي حطته له، ولما بتروح هي المدرسة بيدخل عليهم طالب جديد اسمه ليان وبيكون ابن المدير، بيبص على مياو وبيطلع انه عارفها، وبيلاقيها بتقرا مجلة قصص مصورة، وبيطلع انه هو كمان بيحب نفس القصص اللي بتقراها، وبيسالها لو هي عرفته، فبتحاول تفتكره، وبيطلع انه الولد اللي جه ساعة ما الشاب كانوا بيضربوا جيانج، فبتساله فين شعره الطويل، فبيقول لها ان مامته اجبرته يقصه عشان المدرسة، وبياخد قلم من ايد مي وبيقعد يملى استمارة التسجيل لفريق كرة السلة، فبتساله مياو لو بيعرف يلعب، فبيقول لها انه بعون الله هيغير تاريخ كرة السلة في المدرسة هنا لما ينضم للفريق ويختاروه. وبيروح هو وران للاختبار
الاخبار وبيطلع انهم اصدقاء برضو ويعرفوا بعض، وبعد شويه بتطلع النتيجه وللاسف بيرفضوا انه ينضم للفريق وبيزعل جدا. عند المسابقه بتاعه جيانج بيروح يقعد وبيدخل طالب معاه في الفصل اسمه تشوي، بيكون ده اذكى طالب في المدرسه زي جيانج. الكل بيقعدوا يتكلموا عن ذكائهم، وبتروح مياو البيت وبتوقفها مامتها اللي بتكون بتتكلم في التليفون. لما بتخلص بتقوم تزعق لها وبتقول لها بان المدرسه اتصلت عليها وقالت لها على النتيجه السيئه بتاعه الاختبار بتاعها. بتلاقيها حاطه ايديها ورا ظهرها، فبتاخد الحاجه اللي معاها وبتطلع روايات من اللي بتحب تقراها، فبتاخدها وبتعاقبها وبتقول لها انه ممنوع تتفرج على تلفزيون او تقرا القصص او الروايات طول ما درجاتها وحشه. وبتروح مياو على اوضتها وبتتصل على جيانج وبتشتكي له من اللي حصل، وبتقول له بانه لازم يرجع عشان يقف معاها قدام مامتها، فبيقول لها انه لسه فاضل 3 ايام ويرجع. بعدها بيسالها لو حلت الاسئله اللي بعتها لها، فبتقول له ان الرقم اللي طالبه غير موجود في الخدمه، فبيقعد يضحك على تصرفها الطفولي. وتاني يوم في المدرسه بيبقى المدير مجمع الطلاب وبيلاقي طالب حاطط الزعبوط بتاع الجاكيت ومداري وشه، فبيطلب منه يشيله، ولما بيعمل كده بيطلع ليان، بيكون سابق شعره باللون الاحمر عشان يتمرد على ابوه مدير المدرسه، فبيزعق المدير وبيقول له ان ممنوع يدخل المدرسه لغايه ما يشيل صبغه شعر. بعد المدرسه بتروح مياه وترجع القصص بتاعتها وهي زعلانه، وبيكون ليان هناك وبيشوفها وهي زعلانه، بيقعدها وبيخليها تحكي له سبب زعلها، ولما بتحكي له بيطلع كارنيه العضويه بتاعه وبيقول لها تيجي تاخد الكتب اللي عايزاها في اي وقت، فبتفرح مياه وبتبص على الكارنيه وبتلاقي ان اسمه السيد المجنون، وبتعرف ان هو اللي كان بيجي يستعير كل المجموعات اللي بتنزل جديده، وبعدها بياخدها الملعب كره السله وبيقعدوا يلعبوا مع بعض. وتاني يوم بتتصل على جيانج وبتحكي له عن صديقها الجديد، وبيبان ان جيانج بيسمعها وهو متضايق. بعد الثلاث ايام بيرجع للمدرسه وبيشوفها واقفه مع ليان وبتعرفهم على بعض. بعدها بيروحوا كلهم يتغدوا سوا وبيتعرفوا على باقي اصحابها، وبعد ما بيخلصوا بتروح هي وجيانج، وفي الطريق بيقعدوا يتكلموا وبيعرفها انه كسب في المسابقه، فبتساله عن الحجاب اللي اديته له، فبيقول لها انه في جيبه، فبتروح تطلعه وبتفرح انه ما ضيعهوش. بعدها بتاخده لبيتها عشان يتعشوا. تاني يوم في المدرسه بيديها ليان ستيكر لشخصيه كونان لانها بتكون بتحبه، فبتاخدها وبتشكره، وبيدخل المدرس وبيوزع عليهم الامتحان. في نفس اللحظه بيبقى جيانج هو كمان بيمتحن، وبيدخل تشوي اللي بيكون لسه راجع وبيقعد في الكرسي اللي جنبه. بعد شويه بتطلع نتيجه الاختبارات، بيكون جيانج حصل على المركز الثاني وتشوي المركز الاول. الكل بيبقى بيتكلم ومياو بتبقى مستغربه لان اول مره جيانج ياخد المركز الثاني، فبيقول لها ليان تفكر في نفسها الاول لانها شالت مادتين الفيزياء والاحياء، فبتساله عرف ازاي، فبيقول لها انه جاب لها النتيجه بتاعتها، فبتشوفها وبتلاقي نفسها نجحت في مادتين، فبتبقى فرحانه زي الهبله انها نجحت في حاجه اصلا، وبيبان ان مستواها الدراسي ضعيف عكس جيانج، وعشان كده بيبقى هو بيساعدها احيانا عشان تحسن من مستواها، وبيطلب الاستاذ في مكتبه جيانج وتشوي وبيديهم ورق مسابقه تبع ماده الكيمياء، وبيكلم جيانج وبيقول له ان درجاته في الفيزياء اعلى فممكن يسيب الفرصه دي لتشوي، فبيقول له انه حابب يحاول. بعدها بيستاذن وبيمشي. بتروح له مياو وبتقعد تشجعه وبتقول له ان المركز الثاني مش وحش وان المره الجايه هيبقى الاول زي كل مره، وبتلاقيه حزين برضه، فبتساله لو هو حزين عشان المسابقه، فبيقول لها انه بيفكر في الموضوع، فبتقول له انه يختار الفيزياء افضل، فبيبتسم وبيقول لها انها ما تقلقش عليه خلاص. فبتروح مياو البيت وبتفضل سهرانه عشان تعمل له بحث عن الكيمياء، فبتدخل مامتها وبتسالها بتعمل ايه، فبتحكي لها اللي بتعمله، فبتضحك مامتها وبتقول لها انه طالب متفوق وانها اصغر منه فاكيد مش هيحتاج مساعدتها، فبتعرفها انها برضه هتساعده وهتكمل البحث. فبتمسك مامتها رقبتها وبتدلكها بقوه وبتقول لها انها لو ما ذاكرتش اللي يخصها هتغير كلمه مرور الجهاز بتاعها. وفي الشارع بنشوف باباها بيغسل العربيه بنفسه عشان يوفر مصاريف انه يغسلها في المغسله، وبيجي والد جيانج وبيطلب منه فلوس، وبيطلع انه بيستغل موضوع حادثه ابنه في صالحه، وكل شويه بياخد منه فلوس، وبيديله والد مياو الفلوس اللي معاه، فبياخدها ابو جيانج وبيمشي. وعند جيانج بيطلع السطح وبيلاقي مياو سايبه له البحث في قفص الفرخه. تاني يوم بيروح المدرسه وهو فرحان وبيقول له تشوي ان الاساسيات اللي معاه تافهه وانه برضه مش هيعرف يهزمه. بعدها بيديله الحاجات المهمه اللي هو كاتبها، فبيشكره جيانج وبيكمل مذاكره في البحث اللي عملته مياو. وبعد كام يوم بيبقى ميعاد المسابقه وبيبقى الجو وحش وبيمطر، فبتروح مياو تديله الاكل اللي حضره باباها ليه، فبيقولها تشكره بالنيابه عنه، وبيحس انه تعبان، ولما بتشوف حرارته بتلاقيه سخن لكنه بيطمنها، ولما بيجي الباص بيسلم عليها وبيمشي. وبيروح المسابقه وبيبداوا يعملوا التجارب اللي في الاختبار، وبتبقى مياو في البيت قلقانه عليه وعماله تروح وتيجي. وبعد ما بيخلصوا بياخد المساعد الاوراق بتاعتهم وبيوريها للمدرس، وبيلاقي ان جيانج هو اللي فاز على تشوي، وبيروح له تشوي وبيقول له انه تعبان واتدرب اقل منه ومع ذلك ما غلطش في اي خطوه. بعدها بيساله هو ليه اختار مسابقه الكيمياء بالذات، فبيرد عليه بانه ما دربش اقل منه ولا حاجه وانه اختارها لان الجائزه بتاعتها اكبر. ولما بيكون ماشي بتنادي عليه مياو وبتدي له دواء. بعدها بيروح يقعدوا على البحر وبيعرفها انه كسب، فبتفرح عشانه جدا. وتاني يوم في الباص بيدوس واحد على رجل جيانج، ومياو بتبقى متضايقه لانه بيعاني لما بيركب الباص، وعشان كده بتقرر تاخد العجله بتاعت مامتها ويروحوا بيها بعد كده. لكن باباها بيعرفها ان مامتها هترفض، فبتقعد تتحايل عليه وبيوافق وبيقعد يدربها، لكنها بتاخدها منه بسرعه وبتسوقها عشان تتدرب. وبالليل بتروح مع ليان عشان يعلمها، وبيشوفهم جيانج وبيتضايق، عشان كده تاني يوم بيروح يطلب من تشوي انه يستعير العجله بتاعته وبيوافق. وتاني يوم بتتدرب مياو برده، لكن ليان بيقول لها انها محتاجه مجهود كبير،
فبتقول له انها لازم تتدرب كويس لان اهم حاجه الامان عشان جيانج ما يحصلوش حاجه. وفي نفس الوقت بيبقى تشوي بيدرب جيانج. وعند مياو بتشوفها مامتها هي وليان وبتعزمه عندهم على العشاء. بيروح فعلا وجيانج بيبقى متضايق من وجوده. وبعد ما بيخلصوا بيروح يوصله جيانج وبيعرف منه ان مياو بتتعلم سواقه العجل عشانه، فبيفرح انها كانت بتعمل كل ده عشانه هو. وتاني يوم بيلاقي ابوه قاعد بيقطع في ورق وبيبقى بيحاول يجمع فلوس عشان الديون اللي عليه، وبيقعد يتكلم عن مامته وحش فبيتخانق معاه جيانج. بعدها بينزل وبيروح يجيب له اكل وبيقعد على البحر وبيكلم مامته اللي بتطمن عليه. بعدها بتقول له انها تقفل عشان اخوه الصغير تعبان، فبيقعد متضايق. لكن بتجي له مياو ومعاها الفرخه اللي بيربوها وبتقول لها ان الساعه بتاعته حلوه وبتعرف انها بتاعت مامته وانها سابتها له قبل ما تمشي وتسيبه. بعدها بيروحوا لبيتها عشان ياكلوا وبيقعدوا يتكلموا مع بعض ويضحكوا. وتاني يوم بيكمل جيانج تدريبه مع تشوي، وحتى مياو وراحت تكمل مع ليان. وبالليل بيشتري لها جيانج عجله من موقع على النت وبيلاقيها جايه له وبتقول له ينزل، وبتسوق بعجله مامتها. والصبح بتروح له برده عشان يروحوا سوا على العجله، لكنه بيفاجئها وبيديها العجله اللي جابها وبياخد بتاعت مامتها وبيعينها. بعدها بيطلع عجلته وبيسوقوا هما الاثنين. وفي المدرسه بتبقى مياو قاعده بترسم وبتلمح مي وهي بتحط الدرجتين جنب اسم جيانج عشان يتعلم سواقه العجل، فبتقول لها بانه تعب جدا في الموضوع ده ومفروض ياخد 4 درجات. وبيسمع ليان كلامهم وبياكد على كلام مياو، فبتقول لهم مي بان لو حطيت له 4 درجات كده هياخد الدرجات الكامله في كل حاجه وهيبقى مناسب ليها وهتروح ترتبط بيه. فبترجع مياو في كلامها وبتقول لها يبقى تحط له درجتين بس، فبتضحك مي على كلامها. وبعد المدرسه بيروح ليان مع ران عشان يرجعوا القصص اللي خلصوها، وبيلمحوا راجل بيحط لوحه في المكتبه بتبقى عباره عن اعلان مسابقه للعبه صعبه واللي هيفوز فيها هيكسب حذاء اي جي، وده يبقى حذاء بتاع لاعب كره سله مشهور. وبيبقى ليان بيفكر يشارك مع مياو. وتاني يوم في المدرسه بتروح مياو الفصل لجيانج بتلاقيه لسه ما خلصش وبيقول لها تروح هي، وفعلا بتروح لجراج العجل عشان تركب عجلتها. وبتلاقي ليان هناك واللي بيكون مراقبها من الصبح اصلا وبيمشوا مع بعض وبيعملوا سباق بالعجل سوا. وبالليل بيخرجوا وبياخدها يوريها الاعلان وبيعرض عليها يشتركوا سوا في اللعبه وتساعده يكسب الكاوتش ده لانه هيساعده في كره السله، فبتقول له يشترك لوحده. فبيعرفها ان اللعبه دي بيلعبها 2 ضد بعض، فبتوافق تساعده. وبيروحوا عند اللعبه بس بيلاقوا ران هناك بيلعب، فبتفتكر مياو انه شريك ليان وبتبقى هتنسحب، لكن ليان بيوقفها وبيعرفها انه مش جاي معاه اصلا وبيتحداها ران تلعب ضده، وفعلا بتوافق وبيلعبوا وبتكسبوا مياو وبتكون فرحانه. بيبقى في نفس الوقت جيانج هو وتشوي في المول وبيعزم عليه تشوي بايس كريم لكنه بيرفض، ولما بيشوف مياو مع ليان بياخد منه الايس كريم وبياكله من غيظه. تاني يوم في المدرسه بتطرد المدرسه مياو وليان سوا عشان ما بيكونوش مركزين، وبيقفوا قدام الفصل وبيشوفهم جيانج. عشان كده بيروح يتكلم مع ليان وبيقول له يبعد عن مياو وينتبه لدروسه لانه بيعطلها بالمسابقه اللي خلاها تدخلها وتتدرب معاه. فبيرد عليه بانها حره وتقدر تعمل اللي هي عايزاه وما يدخلش ما بينهم، فبيقول له بانه هيخليها تسيب المسابقه دي وما تكملش، وبيبص له بتحدي وبيمشي. بعد المدرسه بيكون مروح هو ومياو وبيقول لها تسيب التدريب بتاع المسابقه دي وتركز في دراستها، فبترفض وبتعرفه انها وعدت ليان وما ينفعش تسيبه دلوقتي لان المسابقه قربت خلاص، فبيتضايق منها وبيمشي وبيسيبها. وبالليل بنلاقيه في المول بيتدرب على اللعبه عشان ياخد مكان مياو ويوفر عليها التدريبات دي عشان تذاكر. وتاني يوم في المدرسه بيفضل يعمل حسابات عشان يعرف ازاي يكسب بسهوله. وتاني يوم بيروح لهم المول وبيعرفهم انه عمل حساباته وعرف ازاي يكسبه وانه هياخد مياو، فبيتريق عليه ليان وبيقول له انها لعبه مش محتاجه حسابات، فبيرد عليه بانه يسيبه يجرب. وفعلا بيجرب وبيكسب، وبتفرح مياو وبتقول له بانها ما كانتش تعرف بانه شاطر في الالعاب كمان، وبتمشي معاه عشان يروحوا. وبيشوفهم ليان وهو متضايق لانه مهما يعمل عشان يلفت نظرها ويقرب منها بيجي جيانج ويبوظ له كل حاجه. وبنشوفهم بعدها هم الثلاثه بيتدربوا كويس عشان المسابقه بتكون قربت. وبعد كام يوم بتيجي ميعاد المسابقه وفعلا بيكسبوا وبياخدوا الكاوتش وبيكونوا فرحانين جدا. تاني يوم بيروح ليان المدرسه وهو لابسه من الفرحه وبيوريه للباقي. وفي وقت البريك بتيجي بنت اسمها فاي وبتقعد معاها نفس الترابيزه اللي قاعد عليها جيانج، وبتكون معاه في نفس الفصل، وكمان الكل بيقول عليها انها من اجمل بنات المدرسه. ولما بيسالها قعدت معاه ليه بتعرفه ان الكاوتش بتاعها اتقطع وهي مكسوفه تقوم قدام الكل. بتشوفهم مياو وبتروح تتخانق معاه لان ده بيكون مكانها، وهو بيقول لها تقعد جنبها عادي لكنها ما بترضاش وبتمشي هي ومي. بتروح تتكلم معاها وهي متضايقه، فبتعرفها مي ان عندها حق وان لو عاوزه تتاكد من مشاعرها تجاه جيانج ممكن تساعدها، فبتنكر مياو ان في مشاعر ناحيه جيانج اصلا وبتقول لها انهم زي الاخوات. وبعد دقيقه بتطلب منها تقول لها على الاختبار، فبتقول لها بانهم لو فضلوا باصين لبعض لمده 10 ثواني من غير ما يرمشوا يبقوا بيحبوا بعض زي الاخوات، ولو واحد فيهم رمش وبص في ناحيه ثانيه يبقى بيحب اللي قدامه. وبالليل بتكون قاعده معاه عشان بيذاكروا وبياخد منها الملزمه بتاعتها عشان تسمعه، وبيحكي لها اللي حصل مع فاي، فبتقول له ان المفروض انه مكانها وما كانش ينفع يديه لحد، وبتحاول تاخد منه الملزمه بتاعتها لكن بالغلط بتقع عليه وبيفضلوا باصين لبعض. بتقعد تعد الثواني في مخها وهو بيتكلم، فبيتشتت انتباهها وبتبص في ناحيه ثانيه، فبتتوتر وبتقول له انها هتروح لبيتها، وبتروح لاوضتها بسرعه وبتطلع صورته وبتحاول تعمل الاختبار لكن برضه ما بتعرفش تفضل بص عليها. تاني يوم في المدرسه بتخلي مي تحاول تحط لها ميك اب لكن ما بيعرفوش، فبتاخد مي التوكه اللي في شعر
شعر ليان وبتحطها لها كتغيير، وبعد المدرسة بتروح مياو لي بتوري له شكلها وبتسأله لو جميلة، فبيقولها انها مش حلوة، فبتحبط وبتمشي، وفي اوضتها بتحاول تزبط شعرها وبتدور على لون روج مناسب ليها. تاني يوم في المدرسة بتسمع البنات وهم بيتكلموا عن ازاي ضيقوا لبس المدرسة، فبتقرر تروح للترزي اللي بيعمله عنده وبتعرفه انها عايزة تقصر التيشيرت وتضيقه، وفعلا تاني يوم بتروح بشكلها الجديد وبيستغرب جيانج من اللي عاملاه في نفسها. ولما بيكون ماشي بعد شوي بيلاقيها موطية على الارض عشان تساعد مي في الحاجات اللي وقعت منها، وبيكون التيشيرت بتاعها مرفوع، فبيتضايق وبيقومها بسرعة وبيقول لها ان اللي عملته في اللبس ده ضد قواعد المدرسة. وبنشوف تشوي راح يساعد مي وسابهم يتكلموا، وبتتوتر مي لما بتشوفه لانه بيبقى من احسن الاولاد بعد جيانج. عند مياو بتعرفه انها ما غيرتش غير المقاس، وبتسأله لو هو جميل، فبيقول لها انه وحش، فبتتضايق وبتقول له انه مش بيفهم حاجة، وبتزقه وبتمشي. بالليل بيروح يشتري لها توكة جديدة وبتقابله فاي لكنه ما بيهتمش بيها وبيمشي. تاني يوم بيقابلها عند الباص بيعتذر لها عشان تخطى حدوده معاها وانه مش هيتدخل في امورها تاني، وطبعا كلامه ما بيعجبهاش. وعند البوابة بتلاحظ المدرس بيزعق للطلاب اللي مخالفين في اللبس، وطبعا هي مش بتبقى معاها الجاكيت بتاعها لان مامتها بتبقى حطته في الغسالة، فبيديها جيانج الجاكيت بتاعه فبتلبسه وبتدخل، ولما المدرس بيشوفها وبيقيم لبسها بتحط ايدها في جيب الجاكيت من التوتر وبتلاقي التوكة. بعدها بتروح لجيانج وبتدي له التوكة، فبيعرفها انها ليها، فبتسأله لو معجب بفاي، فبيقول لها ليه شايفة كده، فبتقول له انه عرفها قبل كده انه بيحب البنات اللي عيونهم واسعة، فبيبص لها قوي وبيقول لها ان هي كمان عينيها واسعة. وفي الفصل بتفضل تفتكر كلامه وهي مبسوطة، وبيجي ليان وبيسألها مبسوطة كده ليه، فبتدي له التوكة بتاعتها وبتقول له انها مش مناسبة ليها، وبعدها بتفتكر اللي حصل تاني وبتقعد تضحك بكسوف، وليان بيبقى بيبص لها باستغراب. وبالليل بتروح مع مي عشان تجيب هدية لجيانج عشان عيد ميلاده، وبتجيب له قميص، لكن للأسف في يوم عيد ميلاده بيبقى عندها معسكر، فبتتفق مع مي على انها تهرب من ورا المدرس. فعلا بتعمل كده، لكن ليان ما بيكونش عايز يسيبها وبيروح وراها، لكن مي بتتصرف وبتحاول تعطله، وهي بتاخد التورتة من العامل التوصيل وبتروح المدرسة عشان تحتفل معاه. مرة واحدة بتلاقي ليان وراها وبتتصدم اكتر لما بتسمع صوت المدرس اللي شافهم وبيبقى بيحاول يوقفهم، لكنهم بيجروا منه. وبتقابل جيانج في الطريق فبتاخده معاها وبيدخلوا المخزن، وبيبقى المكان ضيق وعشان كده بيقفوا قدام بعض، فبتعمل الاختبار تاني، وقبل ما توصل لرقم 10 بتلاقيه بيبص للناحية التانية وبتفرح، وبيقفشهم المدرس وبيضطروا يعرفوه الحقيقة، فبيخليهم يحتفلوا وبيقعد معاهم كمان. وبالليل في بيت جيانج بيلاقي ابوه بعت له رسالة وبيهنيه، لكنه ما بيردش عليه وبيبقى مستني مامته تبعت له، وبيطلع على السطح يراقب النجوم، فبتجي له مياو وبتدي له القميص وبيعجبه جدا. ولما بينزل لبيته بيجي له اتصال من مامته اللي بتقول له عيد ميلاد سعيد، وبتعتذر عشان اتصلت بيه متاخر لكنها كانت مشغوله مع اخوه الصغير، فبتكمل كلامها وبتقول له انها عايزاه يسافر لها ويجي يعيش معاها ويدخل جامعه عندهم، فبيقول لها ان ابوه مش موافق، فبتقول له يحطه قدام الامر الواقع. وبعد كام يوم المدرسه بتبقى عامله مسابقه للطلاب الموهوبين، وفي فصل جيانج بيبقى المدرس عايز يختار منهم بنت وولد يقدموا المسابقه من اولها لاخرها. وعند مياو واصحابها بيبقوا قاعدين بيتفقوا هيشتركوا يعملوا ايه، فبيوريهم ران الحركات اللي بيعملها فبيعجبوا بيها، وبيقرروا يعملوا عرض راقص، وبيروحوا فصلهم وبيخططوا هيعملوا ايه. وبعد يومين بيختار المدرس جيانج وفاي علشان يكونوا مقدمين المسابقه. بنروح عند مياو وبيبقى عندهم تقييم للعروض بتاعتهم عشان المدرسه تعرف مين الناس اللي تستحق تشارك، وبيبطلوا يعملوا العرض لكنهم ما بيكونوش عارفين يرقصوا، وبيبقى ران هو الوحيد اللي بيعمل حركات حلوه عشان كده بيقول له المدرس يشارك لوحده، لكن ران بيقعد يتحايل عليه يدي لهم فرصه، وفعلا المدرس بيوافق وبيروح ران لاصحابه وبيعرفهم وبيفرحوا جدا. وبتروح مياو لفصل جيانج عشان يروحوا، لكن بتيجي فاي وبتقول له يجي معاها عشان يتناقشوا في المقدمه اللي هيكتبوها، فبيروح معاها فعلا، وبتضايق مياو وبتروح لوحدها. لما بيجي لها جيانج البيت بتقول لابوها يعرفه انها مش موجوده، وحتى تاني يوم بتروح المدرسه لوحدها ومش بتستناه. وفي قاعه التدريب بنشوفهم بيتدربوا، بيبقى جيانج وفاي وهما كمان قاعدين يشوفوا المقدمه، وبتبقى مياو غيرانه وعشان كده بتعلي صوت الموسيقى عشان تخليهم ما يعرفوش يعملوا حاجه، فبيقوم جيانج وبيمشي لما بيشوف ليان ماسكها وبيعلمها ازاي تعمل الحركه بتاعتها. وفي السوبر ماركت بتقابل فاي مياو وبتقول لها ان التوكه اللي لابساها حلوه وانها اللي مختارها مع جيانج، فبتتضايق وبتروح له الفصل وبتديها له وبتقول له ما يجيش بيتهم تاني. وبعد المدرسه بتروح تقعد على البحر لوحدها وبتقعد تعيط. تاني يوم في اوضه التدريب ما بيبقاش حد عنده شغف يدرب غير ران، فبيتضايق منهم وبيقول لهم انه اتحايل على المدرس عشان يخليهم يشتركوا، وفي الاخر هم بيضيعوا الفرصه دي، وغير ان امنيته هي انه يعمل ذكريات حلوه في المدرسه قبل ما يدخل الجامعه، لكن بطريقتهم دي هيفضلوا مكانهم. وبياخد شنطته وبيمشي وبيروح يشتري حاجه يشربها، وهم بيروحوا له وبيعرفوا انهم هيتدربوا كويس عشان يكسبوا ويعملوا ذكريات حلوه يفضلوا فاكرينها، وبيروحوا ياكلوا مع بعض. ومره واحده بيتعب ران، ولما بيروحوا للمدرسه بيعرفهم المدرس انه كده مش هيعرف يشارك، لكن ران بيقول له انه الوحيد اللي بيعرف يعمل الحركه الاساسيه بتاعه العرض بتاعهم وهيبقى كويس وهيعملها، فبيوافق المدرس. وعند جيانج بتبقى فايب بتتدرب ازاي تقول الخاتمه، وما بتجيبش سيره عرض مياو واصحابها، فبيسالها ليه ما قالتش اسمهم، فبتعرفه ان واحد منهم تعب وسمعت ان عرضهم اتلغى، فبيقول لها لما يتاكدوا الاول يبقوا يشيلوهم من القائمه، اما غير كده لا. وفي اوضه التدريب بيخليهم ران يجربوا كلهم فتح الحوض لانه مش هيعرف
بيعرف يعملها بسبب تعب، واللي بتنجح هي مياو لكن بتبقى محتاجة تدريب بس، وبتروح لسطح بيتها وبتتدرب. فبيجي لها جيانج وبيديها توكا وبيقول لها ما تصدقش كلام حد وانها ما تخلعهاش ابدا من شعرها، فبتبتسم له وبيتصالحوا. وتاني يوم بتشوفهم بيتدربوا جامد، ولما بتروح البيت بيشجعها جيانج تعمل الحركة صح. وبيجي ميعاد المسابقة وبيعرف المدرس جيانج وفاي انهم لازم يلغوا عرض عشان الوقت، فبتقول له فاي انهم يلغوا عرض الصف الاول لان واحد منهم كان تعبان اصلا. فبيقول له جيانج بانهم عدلوا الحركات وتعبوا جدا، لكن المدرس بيرفض. بيروح المدرس بتاع فصل مياو وبيبلغهم وبيضايقوا جدا لانهم كانوا متحمسين للعرض ده قوي وتعبوا عليه. وبنشوف جيانج لما بيجي يقول له ان الحفله انتهت بيطلع وبيطلب من الكل يستنى لان في طلاب تعبوا جدا على عرضهم ويستاهلوا يشوفوهم. وبيجهز فريق مياو وبيطلعوا على المسرح وبيقدموا العرض بتاعهم واللي بيبهر الكل وبيعجبهم جدا لدرجه ان كلهم بيقوموا يسقفوا لهم. وبعدها بيروحوا يغيروا، وبتروح فاي تعتذر من مياو على كل اللي عملته وبتعرفها ان مفيش حاجه بينها وبين جيانج وانها اللي كانت بتحبه من طرف واحد. بعدها بتروح مياو وتشكر جيانج على وقفته جنبهم وبتعرفه ان فاي بتحبه، فبيقول لها انه ما كانش واخد باله منها لانها ما تهمهوش، وبتقول له انهم يعملوا عقد ما بينهم عشان ما يحبوش او يرتبطوا باي حد دلوقتي لحد ما يخلصوا دراسه. وفعلا بيروحوا البيت وبيكتبوا العقد، كل واحد بياخد نسخه. في المدرسه بيروح لها ليان وبيعرفها ان في مسابقه تبع المكتبه عن افضل اتنين هيلبسوا ازياء زي الشخصيات القصص المصوره، واللي هيكسب هياخد توقيع الكاتب على روايه ناروتو. فبتتحمس مياو وبتوافق تشارك معاه. وبالليل بنشوف ليان وهو بيوري رين اللبس اللي هيلبسوه، وبيبقى جايب لبس حريه البحر لمياو. وتاني يوم بيجي المدرس والمدير وبينادي ليان ومي وبيعرفهم ان هما الاثنين المناظرات اللي قدموها اتقبلت وهيتصعدوا لمسابقه المناظرات. فبيستغرب ليان وبيقول له انه ما قدمش على حاجه اصلا. حتى مي بتبقى مستغربه ان ليان هيبقى معاها لانها عارفه انه ملوش في الحاجات دي اصلا واكيد هيخسرهم. وبيقول له المدير انه لازم يشارك طالما قدم وما يهربش. وبنعرف ان يوم المناظره في نفس يوم مسابقه المكتبه، وبتبقى مياو مش عارفه تعمل ايه. بيروح تشوي يحكي لجيانج على اللي سمعه، وبيعرف ان جيانج هو اللي قدم مناظره ليان عشان يبعدوا عن مياو. ولما بيروحوا بتخلي مياو يختار معاها اللبس اللي هتلبسه. وتاني يوم بيروح ليان المناظره باللبس التنكري بتاع المسابقه، وبيبقى عايز يخلص بسرعه ويروح بعدها لمياو. وعند مياو بتبقى واقفه قلقانه لانها عارفه انها مش هتكسب لوحدها، وبيجي لها جيانج وبتبقى عايزاه يدخل معاها. فبتسال امين المكتبه يعملوا ايه، فبيديها مفاتيح اوضه المخزن وبيقول لها يروحوا يشوفوا له اي حاجه يصمموها ليه علشان يدخل. وفعلا بيروحوا المخزن وبتقعد مياو تصمم له حاجات عشان يلبسها. وفي المناظره بيبقى ليان قاعد مش طايق نفسه وما بيعرفش يقوم بسبب ابوه. وبنشوف مياو صممت بالادوات اللي في المخزن حاجات تبين ان جيانج انسان آلي وبترسمها على وشه. وفي نفس الوقت في المناظره بيقوم ليان يقول رايه بكل عفويه وهو مخنوق عشان عايز يمشي، وبيقول كلام منطقي جدا وهو مش واخد باله والكل بيسقف له. وعند جيانج بيروح هو ومياو للمسابقه، بيبقى لبسهم جميل جدا وبيعجب الكل وبيفوزوا فعلا وبياخدوا الكتاب اللي عليه التوقيع. وبيكون ليان خلص ورايح لهم وبيشوفهم مع بعض، وبيتضايق لما بيعرف ان جيانج هو اللي شارك مكانه، وبيقول على التصميم بتاعه انه وحش وازاي كسب اصلا. فبيبص له مياو بغضب وبتقول له بانها اللي مصممه، فبيرجع في كلامه وبيعرفها انه جميل جدا. فبتاخد جيانج وبتمشي وبتسيبه. وبنشوف فاي قاعده مع صاحبتها بتراقب جيانج، وبتكون سمعت عن المسابقه اللي كسب فيها، وبتقرر تعمل خطه عشان تلفت انتباهه وتحول معاه تاني. وبالليل بتروح المبنى المهجور اللي في المدرسه وبتصور كانها بتشوف لو في اشباح في المبنى زي ما الكل بيحكي. مره واحده بيظهر جيانج في المرايه وبيختفي، وبتكون دي اصلا خدعه منها. وتاني يوم في المدرسه الكل بيكون بيتكلم عن الموضوع ده لانها بتبقى نشرت الفيديو، وبتقول مياو لصاحبها بان جيانج كان قاعد بيذاكر في اوضته طول الليل اصلا. وبيحكي لهم ران عن اسطوره كانت حاصله في المبنى ده، وهي عباره عن ان بنت اتحبست هناك وان عشان تخرج عكست بالمرايه ضوء القمر وجزملها وانقذها. وبالليل بيبقى ليان قاعد مع ران وبيقول له ان جاله خطه، وهي انهم يروحوا كلهم للمبنى وهو يتنكر في شكل بنت مخيفه، ولما مياو تخاف هو ياخدها ويحميها وبكده هتعجب بيه ويبقى زي البطل اللي انقذ الطالبه في الاسطوره. وفعلا تاني يوم بيتفقوا يروحوا للمبنى ده ويكتشفوا لو في حاجات خارقه بتحصل. وبتبقى فاي سمعت كلامهم، وفصل جيانج بيعرف ان تشوي هيروح للمبنى ده علشان يعرف الحقيقه هو كمان، فبيقول له بالتوفيق وبيمشي وبيسيبه. بالليل بنشوف ران وهو بيتنكر في شكل بنت شعرها طويل ومخيف، وليان بيسيبه وبيروح للبنات وبيعرفهم ان ران تعب وعشان كده مش هيعرف يجي. بيدخلوا للمبنى هم الثلاثه والبنات بيبقوا خايفين، وبالغلط بيقع تليفون مياو وبيقول لها ليان يبقوا ياخدوه هم مروحين، وهي بتوافق وبيكملوا طريقهم وبيسمعوا صوت مخيف. ولما بيروحوا للاوضه اللي بيطلع منها الصوت ده بيلاقوه تشوي، وبيطلع انه كان مشغل تسجيل بيعمل الاصوات المخيفه دي. عند جيانج بيجي له ابو مياو وبيساله لو بنته خلصت مذاكره معاه، فبيفهم جيانج ان مياو كذبت عليهم وبيعرفوا انها لسه بتذاكر، فبيديله مفتاح البيت وبيقول له لما تخلص خليها تروح. وبيحاول جيانج يتصل عليها لكنها ما بتردش. وفي المدرسه بيلاقوا هم الاربعه جزمه بتاعت بنت موجوده في الفصل، وغير كده على الديسك بيبقى في ماده حمراء عامله زي الدم وعروسه شكلها مخيف. بيكون رين جه وبيقف وراهم وهم بيصرخوا، وبيمسك ليان ايد مي بالغلط وبيجري بيها، حتى تشوي بيجري وبيسيبوا مياو لوحدها هناك. عند ليان
بيكتشف اللي معاه هي مي وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض. عند فاي بتكون جت من المدرسة وبتشوف رين وهو بيتنكر وبيتصرخ وبتجري من الخوف. بيسمع تشوي الصوت فبيروح بسرعة عشان يمسك الشبح اللي هو رين اصلا، بس بيجيله اتصال من جيانج اللي بيبحس ان مياو هناك في المبنى المهجور وبيسأل تشوي، واللي بيعرفه انها موجودة فعلا لكن تاهوا من بعض. فبيطلب منه يدور عليها ويخليها معاه لحد ما يجيله. بتكون هي لوحدها وبتبقى خايفة، وبيجي جيانج وبيسمع صوت بنت بتعيط فبيلاقيها فاي وبتقول انها خايفة وبتطلب منه ما يسيبهاش. بعدها بتعتذر عشان كذبت وطلعت عليه اشاعات، وبتعرفه انها بتعمل كده عشان تلفت نظره ويحبها، لكنها عرفت بان طريقتها غلط وكله انقلب عليها هي، وانه يخرجها من هنا لانها خايفة. فبيعتذر منها وبيعرفها انه جاي ياخد مياو، لكن لما بيسمع صوت عياطها بتصعب عليه وبيتصل على تشوي عشان يجي لها. عند ليان بيقرروا يقوموا يجروا عشان يخرجوا من المكان ده. بعدها بنشوف ان جيانج لقى مياو اخيرا وبيقعد يزعق لها عشان عرضت نفسها للخطر. بيخرج ليان ومي من المبنى اخيرا وبتشكره انه فضل جنبها. وتاني يوم في المدرسه بتحكي فاي لصاحبتها اللي حصل، وبتقعد تمسح صوره من موبايلها وبتقول لها انها خلاص هتنساه لانه فتح قلبه لبنت واحده بس وهي مياو. بيجي العيد وكلهم بياخدوا اجازه من المدرسه، وبيجي جد وجده مياو عشان يقضوا معاهم العيد، وبيقول لها جدها تروح تنادي جيانج يقعد معاهم. فبتروح له البيت وبتقعد تخبط لكن محدش بيفتح، ولما بتيجي تتصل عليه ما بتلاقيش رصيد، وهو بيكون مستني ابوه قدام اسم الشرطه لانه كالعاده بيبقى دخل نفسه في مشكله ودخل الحبس. بيديله جيانج جاكيت يلبسه عشان البرد وبيمشي، لكن ابوه بيروح يمشي وراه وبيطلب منه فلوس. فبيقول له ان كلام مامته كان صح وانه شخص غير مسؤول. فبيزعق له ابوه بيقول له انه يروح لابو مياو الشخص المسؤول من وجهه نظره واللي بيحبه اكتر منه، واللي ما يعرفوش انه هو سبب كل حاجه حصلت له وان بسببه فقد رجله. فما بيصدقه جيانج وبيمشي يروح للبيت، وبيلاقي مياو قاعده مستنياه وبيطلع معاه لبيتها. بيجي مكالمه لمامه مياو وبيطلع انها بقى لها فتره بتدور على وظيفه لكن محدش بيقبلها، وبتتضايق لانهم بيبقوا محتاجين فلوس الفتره الجايه. بعدها بنشوفهم قاعدين كلهم وبيقعدوا ياكلوا ويحتفلوا مع بعض، وشويه بيطلع جيانج ومياو عشان يولعوا العاب ناريه، وبيتصل عليها فيديو كول، وبيبقى ليان متضايق من وجود جيانج معاها. بالليل بيتصل جيانج على مامته لكنها ما بتردش، فبيقعد يفتكر ذكرياتهم سوا قبل ما مامته تنفصل عن ابوه بسبب تصرفاته الغير سويه، وازاي لما سابت البيت فضل يجري وراها عشان تاخده وهو بيعيط جامد. لكن بتيجي عربيه مره واحده وبتخبطه، وبيفوق من النوم بيلاقي النهار طلع، بيبقى ماسك الساعه بتاعت مامته اللي اديتها له قبل ما تمشي. بعدها بتتصل عليه وهو بيكلمها، فبيجي ابوه بياخد منه تليفون. بيشوفهم جد مياو، فبياخد جيانج على جنبه وبيديله عيديه وبيقول له ما يقولش لابوه وانه عمل كده مع مياو برضه. بيشكره جيانج، وبعد شويه بيمشي الجده والجد وبيبقوا اهل مياو رايحين معاهم، وبيسيبوا مياو لوحدها في البيت وبيودعوها كلهم وبيقولوا لها تخلي بالها من نفسها لحد ما يرجعوا. وبعد ما بيمشوا بتروح تجيب اكل وحاجات حلوه عشان تسهر. عند ليان بيبقى قاعد في المكتبه حزين، فبيجي له امين المكتبه وبيساله زعلان ليه، فبيحكي له بانه عايز يقرب من بنت بيحبها، فبيقول لها يروح لها ويديها ورد، وبيديله شويه نصايح ثانيه. وفي بيت مياو بتفضل تاكل، بعدها بتحاول تندم وما بتعرفش، وبيطلع انه جالها تسمم بسبب الاكل. وبتتصل على جيانج اللي بيجي لها بسرعه، وبيتصل على الاسعاف لما بيشوف حالتها، لكن بيعرف انهم هيتاخروا بسبب الجو لانه بيبقى بيمطر جامد، فبيشيلها على ظهره وبياخد الشمسيه وبينزل وبيحاول يمشي بيها وما يوقعهاش، لكنه للاسف ما بيعرفش وبيقع هما الاثنين. بيكون في نفس الوقت ليان عند بيتها عشان يديها ورد، وبيشوف اللي حصل وبيروح يشيلها بسرعه من على الارض ويطلع بيها على المستشفى. هناك بيتصل جيانج على اهلها عشان يعرفهم، وبيعرفوه انهم جايين في الطريق. وفعلا بعد شويه بيوصلوا وبيلاحظوا جيانج ماشي لوحده في المطر، فبينزل ابو مياو ليه وبيخلي مراته تروح تشوف بنتهم. بيكون جيانج افتكر تفاصيل الحادثه وبيعرف ان ابو مياو هو السبب فعلا، وبيساله ليه عمل فيه كده، فبيفهم كلامه وبيعتذر منه وبيقول له ان طول السنين دي كان بيحاول يعوضه، فبيقول له انه مش هيقدر يعوضه على الشعور اللي حس، ولما ما قدرش يساعد اكتر حد قريب منه وبيمشي وبيسيبه. وتاني يوم بتفوق مياو وما بتلاقيش جيانج، وبتتضايق اكتر لما بتعرف ان ليان هو اللي جابها المستشفى. وعند ليان بيلاقيها بعت له رساله وبتساله لو شاف جيانج امبارح، فبيكتب لها انه ما شافوش. بيفتكر امبارح لما وصل للمستشفى وكان قلقان عليها جدا، وهو بيطمنه عليها وبيديله هدومها المبلوله، لكنه بيقول لها يخليها معاه وما يعرفش مياو انه كان موجود. وبعد كام يوم بتخرج من المستشفى وبتطلع السطح وبتلاقيه وبتساله ليه ما كانش بيرد عليها، فبيعرفها انه كان مشغول. فبتقول له انها شافته وهو شايلها ورايح بيها على المستشفى، فبيقول لها انها اكيد بتحلم لانه ما عملش كده، وبيبقى بيتكلم بجمود عكس طريقته معاه دايما، فبتزعل منه وبتمشي. تاني يوم بتروح له البيت عشان يروح المدرسه، لكن بيعرفها ابوه انه نزل بدري. وفي الشارع بيحاول جيانج انه يجري بالرجل الصناعيه، وطبعا لانها بتبقى عايزه تتغير ما بيعرفش وبيتعب. بعد المدرسه بتروح له مياو وبتساله ليه نزل الصبح من غيرها، فبيقول لها انه عايز يروح المدرسه بدري، فبتقول له انها ممكن تنزل معاها عادي. بعدها بتاخد رايه وتدخل علمي ولا ادبي، فبيقول لها ان ده طريقها هي وتختار اللي شايفاه مناسب ليها. فبتساله ليه اتغير معاها كده وانه دايما كان بيساعدها، فبيبص لها بحزن وبيقول لها انه انسان زيها وليه الحق يختار اللي عايز يعمله برضه، وبيمشي وبيسيبها. في البيت بيتجادل مامتها وباباها في القسم اللي تدخله، لان مامتها
مامتها عايزاها علمي وباباها عايزه ادبي لانها احسن في المواد دي. وتاني يوم في المدرسه بتبقى قاعده فاقده حماسها كالعاده وبتحكي لاصحابها على مشكلتها، فبيقول لها ان قدامها وقت تقرر فيه وما تشيلش هم. وفي ملعب كره السله بيبقى فيه اختبار عشان يختاروا الناس اللي هتلعب في الفريق، وبيبقى ليان وران رايحين الاختبار لان بقى لهم فتره بيتدربوا. وبعد ما بيخلصوا بيقابل ليان مياو وبيقعدوا يتكلموا وبيقول لها تختار القسم الادبي زيه، وخصوصا ان درجاتها فيه احسن، وهي بتوافق لان مواد القسم العلمي بتبقى صعبه عليها اصلا. وتاني يوم في المدرسه بيبقى جانج بيتدرب على الكلام اللي هيقوله لها علشان يساعدها تختار القسم بتاعها، وبيسمعه تشوي وبيتريق عليه، فبيبقى جانج هيقوم لكنه بيشوفها جايه فبيقعد على ترابيزه تشوي وبيسمعها وهي بتتكلم مع مي على انها تختار القسم الادبي خلاص. فبيبص له تشوي وبيقول له انه من الواضح انها قررت، وبتطلع نتيجه فريق كره السله وبيكونوا اختاروا ران بس، وبيتضايق ليان لان كان حلمه ينضم ليهم، ودي بتبقى تاني مره ليه يدخل الاختبار وما يتقبلش. وبيحاول ران يهون عليه لكنه بيبقى متضايق برضه وبيمشي يروح المكتبه، وبتروح له مي لما بتعرف وبتقعد تشجعه ما يفقدش الامل وانه يدخل الاختبار السنه الجايه عادي. وبيلاقي بعدها ان جيانج ومياو بقوا يتجنبوا بعض. وبعدها بنشوفه بيدور على موقع بيبيع اطراف صناعيه كويسه وبيبقى سهل يجري عليها. وفي المدرسه بيبقى ليان حزين ومش بيكلم ران، واللي بيبقى قاعد جنبه بيحاول يتكلم معاه وبيقول له انه خلاص مش هينضم للفريق، فبيقول له ليان انه لو قدر يتغلب عليه مش هينضم، وفعلا بيقوموا وبيكسبوا ران، وبيقول له ليان انه يستاهل ينضم للفريق، وبيبداوا هما الاثنين يكملوا لعب مع بعض. ومياو ومي بيبقوا بيراقبوهم وبيفرحوا انهم رجعوا يتكلموا تاني ما خسروش بعض. وبعدها بيروح جيانج لفصله عشان ينقل حاجته لانه يعرف ان فصلهم اتغير، لكن بيقول له تشوي ان مياو نقلتها له خلاص. وبيدخل لهم معلم الرياضه الجديد وبيسال مين الطالب اللي ما بيجيش، فبتقول له طالبه انه جيانج، فبيساله المدرس لو هو تعبان، فبيرد عليه لا، فبيقول له يبقى بعد كده تحضر الحصه وتتدرب معاهم. وفعلا بيروح وبتراقبه مياو وهي متضايقه من اللي بيعمله المدرس فيه، وبتروح تشتكي للمدير اللي بيطلب المدرس لمكتبه بيعرفه حاله جيانج الصحيه. فبيقول له المدرس بانه عارف كل حاجه لكن هو عايزه ما يقللش من نفسه ويختلط مع باقي زمايله وانه ما يقلقش عليه، وبيوافق المدير. وبالليل بيبقى جيانج بيتدرب على الجري وبيبقى تشوي معاه وبيساعده، وبالصدفه بيشوفهم والد مياو وبيعرف انه محتاج يغير الطرف الصناعي بتاعه. وتاني يوم ما بينزلش جيانج لحصه الرياضه، فبيطلب المدرس من طالب يطلع يناديه، وفعلا بيعمل كده لكنه بيرفض ينزل، فبيقول لهم المعلم انه لو ما نزلش هيفضلوا واقفين، فبينادوا عليه كل زمايله. وبتبقى مياو عندها حصه هي كمان وبتشوف اللي بيحصل وبتتعصب جدا، وبتروح للمدرس وبتدوس على رجله بالغلط وبتقول له يبعد عن جيانج. وجيانج لما بيسمع صوتها بينزل على طول وبيخليها تعتذر من المدرس، وبيجي المدرس المسؤول عن صفها وبياخدها وبيدرب معاهم جيانج فعلا، لكنه بيكون بطيء عنهم وبيشتكوا مجموعه من الطلاب منه، وبيبقى المدرس عايز يقف في النص لكن الطلاب بيرفضوا بسبب انه هيبوظ لهم المجموعه ومش هيمشوا مع بعض، فبيدافع عنه تشوي وبيطلب من المدرس انه يقف مكانه وبيوافق. وبالليل بيروح والد مياو لابوه وبيديله فلوس عشان يجيب طرف صناعي جديد لجيانج، وبيقول له ما يحكيلهوش انه هو اللي جابه له لانه مش بيكلمه الفتره دي وممكن يرفض ياخد الفلوس منه، فبيوافق ابوه لكن بيطلب فلوس ليه. وبيديله والد مياو بعد ما بيخليه يوعده انه هيدي الفلوس لابنه فعلا. وبعدها بيلاقي جيانج ان في فلوس اتحولت على حسابه، وبيطلع يسال ابوه وبيقول له يشتري طرف صناعي جديد، فبيساله جاب الفلوس منين، فبيتعصب وبيقول له انه ملوش دعوه واهم حاجه يجيب الجهاز. وتاني يوم في المدرسه بيروح تشوي يتكلم مع الطلاب اللي بتشتكي من جيانج، وبيعاتبهم عشان اللي بيعملوه مع زميلهم، وبيقول لهم ان المفروض يقدروا ظروفه ويشجعوه ولو عملوا كده اكيد هيفرح وهيمشي مظبوط معاهم، وفعلا بيتضايقوا من نفسهم وبيروحوا يتدربوا معاه وبيمشوا بتساوي مع بعض. وبعد المدرسه بيشوف مياو وبيحاول يوقفها لكنها بتجري، فبيجري وراها وبيوقفها، فبتساله ازاي عرف يجري كده، فبيقول لها ان ابوه اشترى له طرف صناعي جديد. بعدها بيسالها بتجري منه ليه، فبتقول له لانه متخانق مع باباها بسبب الحادثه وما كانتش عايزه تجبره يكلمها، فبيقول لها تسامحه على طريقته معاها. ومره واحده بتيجي عجله وبتبقى هتخبطها، فبيبعدها جيانج وبالغلط رجليها بتتلوي، فبيشيلها على ظهره وبيمشي بيها. وتاني يوم في فصل مياو بيعرفهم المدرس انهم هيعملوا عروض رياضيه وان لازم يفكروا في فكره يعملوها، وعند جيانج بيبقى المدرس بتاعه بيقول له يفكر في عروض يعملوها هم كمان. وتاني يوم بيعرض الفكره وبيقول لهم المدرس انهم محتاجين قائد، فبيختار كل الطلاب جيانج، ورغم ان الدور هيبقى صعب عليه لكن الكل بيختاره برضه. وتاني يوم بتعرف مياو انه اغمى عليه، فبتروح له بسرعه للعياده وبتدخله عشان تديله الدواء، وبتعرف منه انه ما بيعرفش يعمل الحركه الاساسيه، فبتشجعه وبتقول له ما يستسلمش. وبعد المدرسه بتاخده بتدربه عليها وبتقول له يثق في الفريق بتاعه، ويوم العرض بيقدموه قدام كل الطلاب وبتقف مياو تصوره، وبيجي وقت الحركه الاساسيه والكل بيشجعه وبيعملها صح وبينجح هو وفريقه والكل بيسقف لهم. بيجي عرض فصل مياو وبيبقى عباره عن ان كل واحد يجري ويسلم العصايه للي بعده، بتوصل مياو العصايه لران، بعدها هو بيوصلها عند ليان واللي بيجري بسرعه وبيكسبهم. وبالليل بيقابل جيانج والد مياو اللي بياخده معاه
معاه وبيعزمه على الاكل وبيساله جيانج لو هو اللي دفع تكاليف الطرف الصناعي، فبيقول له ان ابوه هو اللي دفعها. فبيعتذر منه جيانج على طريقته معاه طول الفتره اللي فاتت، وبيعرفه والد مياو انه مش زعلان منه، وبيقعدوا ياكلوا ويضحكوا مع بعض. وبعد كام يوم بتروح مياو وتقعد مع اصحابها وبيقعدوا ياكلوا مع بعض وبيسلموا على مي، لان خلاص بعد الامتحانات هتبقى في القسم العلمي وهم الثلاثه في القسم الادبي. وتاني يوم بتعرف مياو انها شالت مادتين في امتحان الشهر، وبتكون متضايقه لانها لازم تنجح عشان تعرف تختار القسم الادبي. وعند ليان بيروح لابوه واللي بيكون مجهز له معلومات عن كل الكليات الادبيه عشان يختار منها ويحدد هدفه، فبيقول له بان حلمه يكون لاعب كره سله مش مجرد دخول جامعه. فبيقول له ابوه انه لازم يدخل الجامعه والقرار مش قراره لوحده، فبيقول له انه هيذاكر وينجح ويدخل القسم الادبي، ولو ده حصل ما يتدخلش في اللي عايز يعمله، وبيوافق ابوه. وفي بيت مياو بيتصل المعلم بيهم وبيبقى عايز حد منهم يجي عشان يتكلم معاه، وبتروح مامتها وبتشوف درجه بنتها فبتسيبه علشان تروح لها، وبيروح وراها المدرس وبتروح لفصل بنتها فعلا، واللي اول ما بتشوفها بتفضل تجري منها في المدرسه، واول ما بتشوف جيانج بتستخبى وراها وبتعرفها مامتها ان حسابها في البيت، وبياخدها جيانج وبيتفق معاها انه يذاكر لها، وهي بتوافق بس بتطلب منه يروح معاها البيت بعد المدرسه. وبنشوف مامتها في المول وبيجي لها مكالمه انها اترفضت في الوظيفه اللي مقدمه عليها برضه. لما بتروح بتسال جوزها عن الفلوس اللي كانت في الفيزا، وبتتخانق معاه لما بتعرف انه خدها عشان يجيب الطرف الصناعي لجيانج، فبتقول له انه قلقان على ابن حد تاني ونسي بنتهم. فبتدخل مياو وبتقول لمامتها ما تتضايقش وانها هتذاكر كويس، فبتطلب منها تدخل اوضتها وبتكمل خناقه مع جوزها. وتاني يوم بتجهز حاجتها عشان تروح تذاكر مع جيانج، ولما بيعرف ليان بيقرر يروح لهم ويذاكر معاهم، فبيدي له جيانج مجموعه امتحانات يحلها الاول، وبيقول له لو حلها هيذاكر له معاها. وبالليل بتتكلم مامت مياو مع جوزها في موضوع الفلوس تاني، وبتعرفه انها شافت سجل الفيزا بتاعه ولقيته بيصرف كل اللي معاهم على جيانج، وانه لما كان السبب في الحادثه بتاعته وقفت جنبه وتحملت معاه، لكن دلوقتي هي مش قادره. فبيزعق لها وبيقول لها انهم الاثنين بيشتغلوا وبيجيبوا فلوس وان كل امورهم هتتحل. فبتعيط وبتقول له انها فقدت شغلها من زمان ولحد دلوقتي ما لقتش شغل. فبيعتذر منها وبيجي لها مكالمه ان ابوها تعب. لما بتروح مياو بتعرف ان مامتها سابت البيت عشان جدها بيبقى تعبان، وبتلاقي ابوها قاعد مهموم وحزين، فبتحط له قطعه شوكولاته في بقه عشان تهون عليه، فبيشكرها. وتاني يوم بيدي ليان الاختبارات اللي حلها لجيانج، وبيوافق يذاكر له مع مياو، وفعلا بيبداوا بيكونوا الاثنين واخدين الموضوع بجديه كبيره. بيبقى جيانج بيذاكر لمياو كمان في البيت ومش بيسيبها. وبعد الامتحانات بيجي لهم المدرس وبيقول للفصل ان ليان ومياو اتحسنت درجاتهم ونجحوا في كل المواد، والفصل كله بيسقف لهم وبيكونوا هما الاثنين فرحانين. وبتروح مياو بالسرعه الفصل جيانج وبتشاور له من الشباك على الدرجه اللي جابتها، وبيروح ليان لابوه وبيوري له درجته وبيفرح بيه جدا، وبيخليه ليان يمضي له على الدرجات بانه يسيبه يعمل اللي هو عايزه بعد كده. وبتروح مياو وبتتصل على مامتها وبتصور لها الدرجات، ومامتها بتكون فرحانه بيها، فبتسالها مياو هترجع البيت امتى، فبتتصدم من مامتها لما بتسالها هي عايزه تعيش مع باباها ولا لا، وبتفهم انهم هينفصلوا. وتاني يوم بتطلع السطح وبتقعد زعلانه، وبيجي لها جيانج وبتحكي له اللي حصل وبتطلب منه يحكي لها قصه. فبيحكي لها عن ازاي ابوه ومامته اتعرفوا على بعض، وان مامته كان عندها محل ورد وباباها شافها واعجب بيها من اول نظره، وفي يوم كان في شباب بيضايقوها فهو عرف وضرب واحد فيهم بالغلط وخلص عليه ودخل السجن، ولما خرج طلب يتجوزها وهي وافقت، وبعد سنه خلفوه وكانوا عايشين حياه سعيده لحد ما والده رجع يسهر ويشرب زي الاول وبقى شخص مستهتر، وكمان بيلعب قمار مع اصحابه وما بيفكرش فيهم، وعشان كده مامته سابته وطلقت منه وحصلت الحادثه بتاعته وقابلها وكبروا سوا. بعدها بيمسك ايديها وبيقول لها انه جنبها ومش هيسيبها. وتاني يوم في المدرسه بتبقى قاعده حزينه وبيقولها اصحابها وبيبقوا زعلانين عشانها لانهم مش متعودين عليها كده، وبيحاولوا يغيروا مودها، وبيبقى المدرس بتاعها بيشتكي لجيانج على مستواها اللي قل تاني. فبيروح جيانج لابوها وبيساله لو اتخانق مع مراته بسببه، فبيقول له انه ملوش دعوه وانها قريب هترجع. وبيحاول جيانج يصمم موقع اسمه الاحلام، وبيبقى بيحاول يخرج مياو من اللي هي فيه. بعدها بيروح مع تشوي لمكان في نافوره لكن مش شغاله، وبيقعدوا يظبطوها ويعلقوا امنيات على الشجره كان الناس بتيجي وبتتمنى امنيات هنا على طول، وبيخلي المكان شكله حلو. وعند مياو بيجي لها من موقع الاحلام المكان اللي هتتمنى فيه، وعشان كده بتبقى عايزه تروح، وبسبب ان الجو وحش بيطلب جيانج انه يروح معاها. وفي مكان تاني بنشوف والد مياو ووالد جيانج قاعدين مع بعض وبيشربوا، وبيعيط والد مياو جامد وبيطلب منه يبعد عنه وما يجيش يطلب منه فلوس تاني لان عائلته بتروح منه. فبيرد عليه ببرود انه معهوش فلوس، وغير كمان انه السبب في اللي حصل لابنه فيتحمل. فبيتعصب والد مياو وبيتخانقوا مع بعض وبيضربوا بعض هما الاثنين. وبنشوف مياو وصلت للمكان اللي هتتمنى فيه وبتنبهر بيه جدا، وقبل ما تتمنى امنيه بتقع منها العمله بالغلط، فبتفضل تدور عليها هي وجيانج لحد ما بيلاقيها. فبتتمنى ان ابوها وامها يرجعوا لبعض من تاني وبترميها في النافوره. ولما بتروح بتتصل على مامتها وبتعرف منها انها هترجع مع جدها وجدتها عشان ينقلوه للمستشفى اللي في منطقتهم، وبتفرح مياو. وبيرجع ابوها وبيدخل الحمام بسرعه عشان يعالج جروحه قبل ما تشوفها بنته، وبيقعد في الحمام يعني
بيعيط عشان مراته. بعدها بيخرج وبتشوفه مياو وبتاخده بسرعه وبتعالج له جروحه بنفسها. بيقول لها ان مامتها زعلانه منه هو مش بسبب درجاتها، لانه كان دايما بيصرف على جيانج وبيفكر فيه وما عملش حساب ليهم وان ملهاش ذنب وبيعتذر منها. فبتقول له انها مش زعلانه منه وان اكيد مامتها هترجع وبتحضنه. وعند جيانج بيرجع ابوه البيت وبيعرف منه اللي حصل، وكمان بيشوف ورقه معاه بالمبلغ اللي ادهوله والد مياو، وبيعرف ان المشاكل اللي في عائله مياو بسببه، وبيتخانق مع بابا لدرجه ان بابا بيضربه بالقلم. فبيدخل اوضته وبيتصل على مامته وبيقول لها انه قرر يسافر ليها خلاص. فبتقول له يخلص اوراقه ويكلمها عشان تساعده يجي لها. وتاني يوم بترجع مياو وبتلاقي مامتها وجدتها رجعوا، فبتجري عليهم وبتحضنهم. فبتسالها مياو لو هتفضل معاهم على طول، فبتقول لها ان بعد ما تطمن على جدها هتقرر هتعمل ايه. وتاني يوم في المدرسه بيرفض جيانج انه يقدم على المنحه اللي جايه له، وبيعرف المدرس بتاعه انه هيدخل جامعه بره وهيسافر قريب خلاص. وبتبقى مياو قاعده في الفصل بتعمل اساور لعائلتها وجيانج عشان تحميهم من اي شر. وبعد المدرسه بتروح مع جيانج يزوروا جدها، وبالليل بتروح مياو عشان تدي لجيانج الاسوره وبتسمع كلامه مع ابوه عن السفر. وبيكون ابوه بيتخانق معاه وبيقطع له الورق كله. وتاني يوم بتلاقيه بيتجنبها وبتقرر تسلم عليه الاول، وبيكون حاطط السماعات في ودنه، فبتاخد واحده وبتحطها في ودنها وبتلاقيه بيسمع ازاي يخلص ورق السفر بسهوله. فبتضايق منه لانه مستعجل يسيبها. وبالليل بتقابل صحابها وبتحكي لهم وهي متضايقه. وتاني يوم بيكلم جيانج مامته عشان تبعت له عنوانها، فبتتصل بيه وبتقول له انه مش هيسكن معاها وانها هتجيب له شقه يقعد فيها. فبيتضايق لانها مش عايزاه يعيش مع ابنها وجوزها وعايزه تبعده عن حياتها. وبيفتكر لما كان صغير وكانت مامته جايه تزوره قبل ما تسافر، وبتسيبهم مياو عشان يتكلموا، وبتدي له مامته فلوس عشان يخليها معاه، وما بتهتمش لما بيترجعها وهو بيعيط جامد انها تفضل معاه، وكل اللي بتقوله له يحافظ على الفلوس دي من ابوه وما يخليهوش يعرف. وبتمشي وبتسيبه وبيسمع مياو وهي بتعيط، فبيسالها بتعيط ليه، فبتحضنه وبتقول له انها بتعيط عشانه. وبنلاقيه يروح البيت وبيقعد يسجل ريكوردات عن ذكرياتهم سوا عشان يبعتها لها لما يسافر. وتاني يوم بيقابل مامت مياو وبيلاقيها بتدور على مامتها اللي تاهت منها، وبيدوروا عليها سوا. وبتكون مامتها في شاب بيضايقها، بيجي والد جيانج وبينقذها، وبتشوفه مامت مياو وبتشكره. فبيبص لابنه وبيقول له انه رمى جواز السفر وبيمشي. فبتساله مامت مياو لو هو هيسافر، فبيتوه جيانج الموضوع وما بيرضاش يجاوبها. ولما بيروحوا البيت بتلاقي جوزها جاب الكنبه اللي كانت نفسها فيها وبيبقى عايز يصالحها، لكنها بتحبطه وبتقول له انه كان يوفر الفلوس دي احسن لانهم هيحتاجوها. وبتدافع مياو عن باباها وبتزعق لمامتها، فبيحاول جيانج يهديها، فبتبعد ايده وبتقول له ملهوش دعوه بيها لانه هو كمان قرر يسيبها. وبعدها بنشوف جيانج بيحكي لوالد مياو على سفره وبيقول له انه في الحالتين هيفضل ابنه ومش هيسيبه ابدا. وبالليل بتكون مياو بتعيط وبيروح لها باباها وبيحاول يهديها، وبتقول له ان اكيد مامتها زعلانه منها عشان طريقتها، فبيقول لها انه هيوصلها للمستشفى بكره وتروح تصالحها، وهي بتوافق. ولما بيجيب لها سيره جيانج بتعيط اكتر وبتقول له ما يجيبش سيرته. وتاني يوم بتروح المستشفى وبتصالح مامتها، وعند جيانج بيكون بيلم حاجته وبيشوف البوم الصور بتاعه هو ومياو، وبيتفرج على الفيديوهات بتاعتهم وهم صغيرين، وبيبقى متاثر انه هيسيبها، وبينزل يتمشى قدام البحر وبيصور فيديو ليه ساعه الغروب عشان يبقى يبعته لها. وبيجتمعوا اصحاب مياو عشان يلاقوا حل يخرجوها من اللي هي فيه، وبيقرر ليان يخلي جيانج ما يسافرش، وفي المدرسه بيخليه يجي له على السطح وبيطلب منه ما يسافرش عشان خاطر مياو. فبيقول له انه لازم يسافر عشان مشاكلها تتحل وتبقى كويسه، فبيرد عليه بان تفكيره ده غلط وان عمرها ما هتكون كويسه وهو بعيد عنها. وبيمشي وبيسيبه وبيروح يعمل طيارات ورق مكتوب فيها اسماء كل البلاد اللي في العالم، وبيخلي ران يساعده. وتاني يوم لما بتروح المدرسه بيحذفوا عليها الورق، وبتمسك ورقه منهم وبيطلع لها دوله المغرب، وبيبقى عايز يعترف لها بحبه قدام الكل، لكن الميكروفون بيفصل، فبتقول انها هتجيله. ولما بتروح له بيشوفها جيانج وبيتضايق لانه بيفهم ليان عايز يقول ايه، وبيمشي وبيقول لها ليان انه بيحبها، فبتعتذر منه وبتقول انها بتعتبره صديقها وبس. فبيضحك وبيعمل نفسه كان بيهزر، وهي بترتاح ان كلامه مش حقيقي. وبيروح جيانج البيت بتلاقي ابوه مطلع كل حاجته من الشنط ومخبيها في مكان تاني عشان ما يسافرش. وفي المكتبه بتحكي مياو لصاحبتها على كلام ليان، فبتعرفها انه ما كانش بيهزر وانه بيحبها فعلا. فبتضايق مياو وما بيكونش عارفه تتصرف ازاي، فبتقول لها تتصرف عادي وكان ما فيش حاجه. وتاني يوم بيروح ميه تقابل تشوي عشان تطلب منه يرتبطوا، لانه بيبقى اخذ الدرجه النهائيه في انه اكتر ولد ذكي زيها وكمان شبهها في الهوايات اللي بتحبها. فبيقول لها ان الجدول اللي كانت عاملاه مش هو اللي هيوضح لها الشخص اللي هترتبط بيه، وانه ممكن لما تتعرف عليه ما تحبهوش، وانها اكيد هتلاقي الشخص اللي هتحبه بجد من غير اي جدول. وبيمشي وبيسيبها. بعدها بنشوفها بتروح الملعب عند ليان وبتلاقيه قاعد حزين، فبتقرر تاخده الملاهي وبيقعدوا يلعبوا هما الاثنين كل الالعاب الخطيره اللي هناك، وليان بيقعد يصرخ من الخوف. وبعد ما بيخلصوا بيقول لها تحط له درجات في النوت بوك بتاعتها لانه كان شجاع ولعب العاب خطيره. فبتقول له انها لغت فكره الجداول والدرجات وانها هتستنى الشخص اللي هتقع في حبه من غير الحاجات دي. فبيقول لها ان اكيد لما يجي اليوم ده هتبقى مبسوطه
فبتبتسم وبتقول له ان النهارده كانت مبسوطه فعلا، وبيبصوا لبعض بتوتر. وتاني يوم مياو بتشوف جيانج وبتروح تتكلم معاه وتقول له انها عايزاه يكون مبسوط ومرتاح وما يزعلش منها عشان اللي عملته معاه الفتره اللي فاتت، وانها كانت مفروض تشجعه. وبتدي له الاسوره اللي كانت عاملاها له وبتمشي وهي بتعيط، وبتجيب حاجات حلوه وبتروح تقعد على البحر، وبتلاقيه سايب اللابتوب بتاعه هناك وبتفتحه عشان تشوفه فيه ايه، وبتلاقي الفيديوهات اللي كان عاملها لها وبتقعد تتفرج عليها لحد بالليل، وبتعيط لما بتفتكر كل اللي مروا بيه سوا. وبيجي لها جيانج وبيقول لها انه قرر ما يسافرش ويفضل جنبها، فبتقوم وبتحضنه وهي بتعيط. وتاني يوم بيروح لوالد مياو وبيشكره عشان وقف جنبه طول السنين دي، وبيقول له ان من النهارده هو هيشيل مسؤوليه نفسه، وانه كاتب كل حاجه صرفها عليه وهيسددها له. فبيقطع والد مياو الورق اللي كاتب فيه وبيقول له يساعده في تنظيف العربيه، وبعدها بيطلعوا ياكلوا، وبيجي له اتصال وبيعرف ان حماه توفي، وبيقول لبنته تجهز نفسها عشان يروحوا العزاء. وبتفتكر مياو ذكرياتها مع جدها وبتبقى حزينه، وباباها بيروح لمامتها وبيديها عصير وبيحاول يهون عليها وبيقول لها انه هيفضل جنبها، فبتقول له انهم هيفضلوا اسره واحده دايما، وبتعيط في حضنه. وعند جيانج بيفتح باب بيته بيلاقي مامته فبيدخلها وبتقول له انها جايه عشان تاخده معاها، فبيقول لها انه مش عايز يسافر، فبتقول له ان قراره ده غلط وانه لو قعد مع ابوه هيبقى نسخه تانية منه، فبيقول لها ان ساعه الحادثه ما جاتش تشوفه غير مره واحده ودي كانت بعديها بفتره، وانه كان دايما بيتمنى يشوفها وانه مش عايز يهرب زيها. فبتقول له بحزن ان حياتها ما كانتش سهله وانها مش ندمانه، ولو جه معاها المره دي هتعوضه عن كل حاجه عاشها. فبيروح يجيب لها الساعه بتاعتها وبيديها لها، وهي بتفهم انه مش عايزها خلاص، فبتدي له دفتر وبتقول له ان في كل الفلوس اللي كانت بتجمعها له كل السنين اللي فاتت، وبتسيبه له على الترابيزه وبتمشي. وفي الطريق بتقابل طليقها وبيكون شارب وبيقرب منها وبيمسك دراعها فبتزقه بعيد عنها وبيقع على الارض، وبيروح جيانج يقومه وبيقول لها تسيبهم وتروح لحياتها التانيه. بتكون عائله مياو لسه راجعه وبتشوف اللي حصل. وبالليل بيروح لوالد مياو لما بيلاقيه قاعد لوحده وبيعتذر له عن اللي عمله فيه المره اللي فاتت لما ضربه، وبيتصالحوا هما الاثنين. وبنشوف صحاب مياو بيروحوا الملعب كره السله، بيبقى ليان مقرب من مي وبيعلمها ازاي ترمي الكوره، وهي بتكون متوتره من قربه ومش مركزه في اي حاجه. وبيشوفهم والد جيانج ووالد مياو، وبيعرف ليان الباقي على والد مياو، واللي بيعرفهم ان اللي معاه يبقى والد جيانج زميلهم، فبيرحبوا بيه وبيقرروا يلعبوا معاهم. ورجل ليان بتتلوي وهو بيلعب فبيعتذر منهم وبيمشي مع اصحابه واللي بيسندوه عشان يروحوه لبيته. وعند جيانج بتشوفه مامه مياو وبتطمن عليه وبتعزمه يجي ياكل معاهم، ولما بيروح بيلاقي باباه هناك فبيقعد جنبه، وبيبقى ابوه بيحاول يتقرب منه ويتحمل مسؤوليته. واخيرا بتخلص السنه وبيحصل جيانج على المركز الاول في الثانويه، وبيروح لباباه المدرسه وهو لابس كويس وبيعرف انه هيختار كليه الفيزياء الفلكيه، فبيساله ليه هيختاره رغم مجموعه الكبير، فبيقول له انه بيحبها، فبيرد عليه بانه لازم يكون واقعي ويختار كليه كويسه تجيب له شغل بعدين وتوظفه عشان ما يبقاش زيه. وبعدها بفتره بنشوف جيانج وابوه هيسافروا عشان يقدموا للجامعه، وبيكون جيانج قاعد مع مياو وبيدي لها كل الكتب بتاعته اللي كان بيذاكر فيها، فبتنبهر من كميه الكتب وبتهزر معاه وبتقول له انها لو بعتها هيجي لها فلوس كتير، وبتحط له صوره ليها في جراب موبايله وبتودعه. وبتعدي سنه وبنشوف مياو بتذاكر مع جيانج عن طريق الفيديو كول، وبيبقى بيفهمها اللي هي مش عارفاه ودايما بيتابعها لانها السنه دي بتكون اخر سنه ليها في الثانويه. وتاني يوم بيبعت لها هديه عن طريق البريد، وبتبقى عباره عن مجموعه كتب تاريخيه علشان تساعدها في المذاكره. وبالليل بتبقى نايمه وبتحلم بكابوس بانها في الامتحان وما لحقتش تخلص، فبتصحى وبتقعد تذاكر. فجاه بتسمع صوت وبتلاقيه ابو جيانج بيبقى قاعد بيشرب، فبتقول له انه لازم يوقف شرب عشان جيانج ما يزعلش منه، وبيبقى باين عليه انه بيشرب عشان مفتقد جيانج. وتاني يوم بيتصل عليه وبيجيب سيره مياو عشان يخليه يتكلم معاه لوقت اطول، وبيعرفه انها مضغوطه بسبب المذاكره، وبيبقى بيطمن عليها لان امتحاناتها قربت. بيكون جيانج وصل للمدينه اصلا عشان يفضل جنبها في امتحاناتها وما بيقولش. وفي المدرسه بتبقى مياو نايمه على الديسك وبتحس ان في حد جنبها، لما بتصحى بتلاقيه جيانج، فبتفتكر انها بتحلم لكن بتلاقيه فعلا موجود، وبيروح معاها لبيتها وبيقعدوا ياكلوا كلهم. بعدها بياخدها عشان يذاكروا، وبيديها الادوات بتاعته اللي كان بيذاكر بيها في الثانويه وبتشكره. بيحكي لها قد ايه هو افتقدها لما راح سكن الجامعه، وانه بيتمنى تكون معاه، فبتقول انها هتعمل كل اللي تقدر عليه ومش هتخيب ظنه. تاني يوم بتكون هتتاخر على الامتحان بتاعها لان ابوها بيكون تعبان ومش هيعرف يوصلها، فبياخدهم والد جيانج وبيوصلهم هو، وبيفتكر انه نسي البوتاجاز مفتوح، فبيعرفه جيانج انه هيروح يقفله وبينزل من العربيه. وبتروح مياو المدرسه لكنها بتكتشف ان معهاش رقم الجلوس بتاعها وان اللي معاها بطاقه جيانج، فبتعيط مامتها لانها اللي حطتها بالغلط، وبياخدها والد جيانج بسرعه عشان يروحوا يجيبوها. وهي بتتصل على جيانج وهي بتعيط وبتحكي له وبتعرفه هي حطتها فين، ولما بيروح لبيتها بيلاقي ابوها مش في البيت، فبيروح ياخد المفتاح الاضافي وبيجيب لها رقم الجلوس، وهي بتبقى قاعده قدام المدرسه بتعيط ومرعوبه. بيحاول جيانج يوصلها بسرعه وبينجح فعلا، فبتحضنه وهي بتعيط، وبعدها بتدخل. بتخلص امتحاناتها وبيجي وقت ظهور النتيجه، وبيبقوا كلهم قاعدين مستنيين وهي بتبقى قاعده على السطح بتدعي انها تنجح وشويه، وبيطلع لها جيانج وبيعرفها انها نجحت وهتيجي الجامعه بتاعته. بتفرح جدا وبتنط عليه وبتحضنه. وتاني يوم بتروح لاصحابها بيقعدوا يتصوروا مع بعض
وبيحتفلوا بنجاحاتهم في الثانويه. بعدها بيروحوا يودعوا المدرس بتاعهم وبيشكروه على كل اللي عملوا معاهم. وفي اخر اليوم بيروحوا يقعدوا على البحر سوا وبيتكلموا عن حياتهم. وتاني يوم بتروح مياو وجيانج عشان يساعدوه، وبتتخبط مياو بالغلط والشبشب بتاعها بيتقطع، فبيطلب والد جيانج من ابنه انه يشيلها ويوصلها البيت. والاثنين بيبقوا محروقين لكنه بيصر عليهم وبيبقى عارف انهم بيحبوا بعض. بيوصلها فعلا للبيت، وبعدها بيطلع لمامتها السطح وبيقول لها انه بيحب مياو وعايز يتجوزها. فبتقول له انه شاب كويس وهم كل اللي عايزينه ان بنتهم تكون سعيده في حياتها وتكون مع شخص يقدر يحميها كويس وما يخليهاش تعاني لانها اكتر حاجه بيحبوها في حياتهم. فبيقول لها انه هيقدر يحميها وهيخليها سعيده لانه بيحبها فعلا. وبالليل بتروح لها مامتها وبتحضنها وبتبقى حاسه ان بنتها كبرت خلاص، وبتتكلم مياو عن جيانج كتير قدامها وبتعرف ان بنتها هي كمان بتحبه وبتطمن انها تكون مبسوطه معاه. بعد كام يوم بيروحوا مع اصحابهم عشان يصيفوا وبيفضلوا يلعبوا سوا وبيبقوا مبسوطين جدا. وبعدها بنشوف جيانج وهو بيعترف بحبه لمياو وهي كمان بتعترف له وبيتفقوا يكونوا مع بعض للابد.